من اول هون مشاكلنا بمخيم الزعتري الكهرباء والمي، وبعض الخدمات جزاهم الله خير يعني بيوفروها، اما الكهرباء صار لها 5 شهور أو 6 شهور ما اجت، وفي ناس عايشه على الاجهزه اللي معهم ربو، والجو هون طبعا غبره عواصف من الغبار، يعني حياه الناس معرضه للخطر. احنا اللي بنطالب فيه انه بايجاد منطقه عازله، بنطالب الدول الصانعه، هي الدول اللي هي صاحبه القرار وصانعه القرار، بنطالب هاي الدول انه بايجاد حل لمسائل اللاجئين، بنطالب هاي الدول بايجاد منطقه عازله، بنطالب احنا بعودتنا لسوريا.